بقول لك يا راي، يا سكين، ام جوليا بنت ام جوليا. جوليا بنت ام جوليا. بصي بس ريحه يا البلد، بنتي اسمها جوجو بنت ام جوليا، ما هما الاثنين اسمهم زي بعض. ريحه البلد، ريحه امبارح عندك وكلتني. ما تعلمتيش شويه، انت شايفاني ايه؟ بصي بس، رحت لها امبارح وكلتني برتقاليه مسكره، سكره وعسل. ما جبتليش ليه معاك؟ يا اختي عندها يا اختي 5 كيلو، انا بتقول لي ده انا هعينهم عشان بس مش عايزاني توكلني. تقولي ده انا هعينهم، قلت لها ماشي. وايه ده انا هنط لها بالليل من البلكونه، مش هسيبها غير لما اخدهم. يا بنتي يا سكينه، هي بس ده امبارح رحت لها برضه امبارح. بعد ما انا مشيت، بعد ما مشيت بشويه كده طلعت من شفتك نزلت جايه طالعه، قالت وكلتني محشي. الباخره بنت الباخره ما رضتش توكلني ليا كمان محشي. ما رضتش توكلك محشي؟ ما انا ما رضتش توكلني برتقانايه، يعني عطتني محشي ما عطتنيش برتقانايه. صح، يبقى انت تجيبي المحشي وانا اجيب البرتقانايه. ماشي، قولي لي بقى جبتي ايه عندك في الـ اسمها ايه دي، في الزريبه بتاعتك؟ لسه شايفه لسه جايبه حاجات كده يا اختي. الزريبه يا اختي انا قفلت عليها بالمفتاح. جبت فيها يا اختي ايه، شويه يعني معيش كده وحاجات من دي، وبط وفراخ كده وحاجات يعني المزرعه اللي تحت. ده انا جبت نعامه وجبت زرافه وجبت فيل. يلا لا يا اختي بصي بس، انا جبت ايه، جبت حته النعامه، ان جبت 5 نعامات وجبت من الفراخ، جبت منهم 50 فرخة. 50 فرخة؟ 50 فرخة بس بيض بيض وضو. وجبت يا اختي 50 بط برضو، اللي هما بيبيضهم بيض بط، ده اللي انا ببيعه في السوق مع الحاجات دي. لا يا اختي بقى، انا هجيب كل ده ليه؟ ما انا عندي اكتر من 100 فرخة. يا اختي جبت امبارح يا اختي بجرتين، يعني ايه قلت كده احرم منهم شوية لبن، اروح ابيعه برضو على الفرش كده جنبي. ايوه انا عندي 3 برضو. بنت جوليا جاي. ايوه اقعدي يا بنتي، يا جوجو اقعدي يا بنتي. الله يا جوجو، ايه العروسه الجميله دي؟ الله، العروسه دي جميله. الفستان اللي هي لابسه ده ما تديهولي لف. لا ايوه اروح بيه، اروح بالسوق ما فيش هدوء. هو انت يا بنت حبيتي يا بنت العروسه دي؟ يا بنت دي مبلوله ميه. ايوه لا يا بنت، ده شكلها حرقت لها شعرها. اصل العروسه دي جرى عليها جوليا ومغمضه عيني ومفتحه عادي. والله ما اعرف شكلها. طب روحي يا بنتي يا جوليا، روحي بس عند امك دلوقتي. طب يا علوس، لا سيبها بس عايزاها احميها لك واجيبها لك. احميها لك عشان تفهم. ماشي يا اختي. والله العروسه دي شكلها جميل، انا اللي هاخدها. لا يا اختي انا اللي هاخدها. انا اللي خدتها منها. لا انا اللي خدتها منها. لا ما تكدبيش، انا اللي خدتها منها. المحشي ده شفتي هناك الحله؟ لا ما شفتش الحله، بس هي هتتني طبق يا اختي. يا اختي ده البرتقال قالت لي العروسه دي يا بنت شكلها معور. باي انا نهار بيها نهار. لا يا اختي ده انا اللي سالتها من انا تاخديها. المهم ايوه ماشي. بقول لك ايه، ام جوليا امبارح شفتها عندها ايه شويه كده ايه، جبت 5 كيلو برتقال. قولي والله. وجابت مزرعه جديده. يا لهوي، جابتها عملت فيها ايه؟ بتقول لك يا اختي باعت الزريبه اللي كانت هناك في المحصله، باعتها يا اختي ب 50,000 جنيه يا اختي. 50,000 جنيه؟ ايوه يا اختي. بقول لها والله ادي 500 جنيه عشان اروح اجيب حاجات معيش راضي، تقولي معيش ولا شيلي. ايه رايك بقى ندخل من البلكونه نجيبهم بالليل؟ نجيب ايه؟ نجيب يا اختي 50,000 جنيه اللي راحت جابت هناك مزرعه فيها. يا دي ست ايه؟ ياما بتخبي فلوسها تحت السرير. يا بنتي انت عارفاني يا راجل. بقول لك انا هروح، انت ضيعتلي دماغي. هجيلك بكره بس اخد العروسه عشان انا سالتها من ليه. انا يا اختي بالليل يا اختي اروح اختي يا اختي اشوف اتفضل معاها قد ايه. ليه ياما؟ انا اللي هبطت من البلكونه من قبليكي. انا يا حبيبتي هبطت من قبليكي بقى، انا هبطت من دلوقتي. ماشي يا راي، بقى انت عايزه تنطي من قبليها يا راي؟ ماشي، لا انا اللي هنط، انا هنط دلوقتي. يلا انا بقى عايزه اجيب ال 50,000 جنيه، اشوف جابت المزرعه كاش ازاي، اجيب انا كمان مزرعه كاش لما اروح بقى انط من البلكونه. واحنا هن 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 هنعمل له ايه في اختي دي؟ معرفش والله، يا دماغها ناشفه. هتكشف سرنا. ايوه والله دماغها ناشفه البت ده اهي. يا حسب الله تنتي، معلش. عارف ازيك يا اختي عامله ايه؟ الحمد لله. اقعدي يا اما اقعدي. ازيك يا حسب الله؟ ازيك مالك يا حسب الله؟ بقول لك ايه يا بنتي، يا اسمك راي صحيح بس؟ ايوه يا سكينه مالي. بصي بقى انتوا الاثنين قاعدين يا اختي، ما تقعدي ورا شويه. ما هما برضو يركزوا معانا انتوا الاثنين. ما
جيتها معايا عروستين جمال 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 احسن من الاولانيين. احنا لازم نعمل خطه طيبه لازم. طب بصي بقى انا احسن حتى من العروسه دي. يا ولا اسكتي يا حسب الله انتي اسكتي يا حسب الله ملونين حسب الله انتي. بصي يا حسب اللي تفوا بعض اسكت الله. بصي بقى يا اسمي يا ريت ليه ما يسكين. بصي انا بعمل خطه. ايوه يا بنت جوليا عارفاها امها بتخش الساعه كام الفجر عشان تروح تجيب طلبه يعني المزرعه تفتحها. انت هتفتحها الفجر صح؟ مش هي بتروح على وش الفجر عشان تحلم. هما بيناموا الساعه كام؟ بيناموا الساعه 9 يا بنت. وحسب الله يا نوتي البلكونه. لا اسمعي لنا الجو عبال احنا ما نخش. بس بصي لا كده ام جوليا هتصحى هي وجوجه. يا بنت حسب الله هينط في البلكونه مش هتسمع الصوت. خلاص اسكت انت احنا بنفهمه بقى ماشي يا فايش. عارفه ام جوجو؟ عارفه ام جوليا بتمشي بالليل بتسيب الباب مفتوح على جوليا جوجو وهي نايمه صح. وجوليا لما تيجي تصحيها اسكتي اسكتي حسب الله اسكتي. انت اسمه عبد العال ده. بص ايه احنا بقى لما نخش تعرف البتوجين والله ضحكتني يا بيه. لما تيجي تصحيها تحسيها ليها ماتت من كتر النوم. تصحيها مش قادر تقوم. ايوه البنت ما بتحسش بحاجه. ندخله حسب الله وندخله اسمه عبد العال. عبد العال وانا وانت راكبه الجو بره. لو انا امها جايه ننادوهم ياخدوا بالمره ال 50,000 جنيه. لا ياما انا لو امها جايه نوت اجري هتمسك معاهم هما يجيبوا يسلطوها كده وهو نايم. يجيبوا 50,000 جنيه بالمره ويجيبوا معاهم العروستين. يا اختي قاعده دلوقتي احنا في العروستين وطبق المحشي. ايوه اهم حاجه تجيبوا طبق المحشي عشان واهم حاجه البرتقاليه والبرتقاليه يحمل وهي بخيله شويه. تجيبوا البرتقاليه والمحشي وتجيبوا ال 50,000 جنيه وتجيبوا اسمه ايه العروستين وتيب. عارفين لو ما عملتوش الحاجات دي هموتكم انتوا الاثنين هعلقوكم. لا يا اختي اعملي حرب الله بتاعتك ده. لا يا حبيبي مالكيش دعوه يا اما مفتاح انا اضربه عادي. شوفي صلب الله ده يا اختي ده هيعلقوه على المسمار. ما تشوفيش صلب الله بتاعك يا حبيبتي. شوفي يا حبيبتي خلاص زوج احنا هنروح نعمله الاثنين واحد كل واحد ياخد حب. طب يلا بينا على الخطه. يلا بينا بينا بدل ما يضربونا. الفجر بيبدا زمان المسمار. ام جوجو ام جوليا مشت. ايوه زمانها مشت. يلا بينا يا حديث العنده انك سيمينا بين حدف عليا صفنديه. والله والله يا سيمينا والله عامله ايه جوليا؟ اترجعوا اصل انت قاعده لوحدك ليه؟ امك في المزرعه؟ لا شفتها راحت البتاع اللي هي الجديده المزرعه اللي هي الشجريه. لا يا نايمه والله يا بنت انا لسه شايفاها نازله دلوقتي. ايوه يا بنت هي نزلت جبت طلبات وطلعت تاني نايمه. طلعي ما انت صاحيه ليه؟ صاحيه عشان اسهر. صلي صلي على ايه؟ اسهر يعني عشان شجر كمبيوتر والتلفزيون. كمبيوتر ايه وبتاع ايه؟ ولع بقلاي بيبقى واكل المحشي والبرتقانه. كمبيوتر على المحشي والبرتقانيه. طب بقول لك ايه يا جوليا؟ والكمبيوتر والعاب. الله حد يا جوليا حد حد يا جوليا اقعد يا ولد حد اقعد يا حسب الله. بقول لك ايه يا جوليا؟ مش انا يا بنتي يا جوليا لسه جايبه حته اسمه يعني خمس ايه؟ خمس نعمات. خمس فرخات يا بنتي. نعمات نعمات. ايوه ايوه واحدة تدمي دمي مش انا تديني 100 جنيه. ياما ده انا لسه جايبه زرافاية تلاقيها كل يوم نطلت من فوق. طب هي تديني واحدة واجلو. لا يا حبيبي واحدة ايه هرسمها لك مسنها هي واحدة اصلا. تديني نص صغن واجلو. هنفرك رجلها يعني. اجلكم او اجلكم فلوس فين؟ فلوس ايدي. ماشي 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 هديكي هديكي الفلوس هديكي نعماية. الفلوس فين بقى؟ الفلوس في الخزنة بتاعت أوضة النوبة. طب فين المفتاح بتاعها؟ فين المفتاح بتاعها؟ المفتاح بتاعها في الدولاب بس هو بتاعته حاجة. طب أنا أقول لك حاجة حلوة. أيوه بصي يا بنتي يا جولي أنا أقعد معاكي نسهر معاكي مش هتاكلي المحشي والسفندية دي مش هقطعكوا حاجة.
مش عايزين يا اختي، عندنا يخت في البيت. نروح انا وانا وسكينه وعبد العال وحسب الله نروح نجيبهم يخت. ادي واحده يا عبد العال. صحيح شايفانا قاعدين وتقولنا ما تاخدوه، ما تاخدوا واحده حتى. الحمار بتاعك وجع. ايوه صح، الحمار بتاعها ليه عندها خد. لا يا اختي شكرا، اتفضل. عندك؟ لا شكرا يا بابا. حط لها الكرسي قدام. عايز؟ لا انا هعمل لكم محشي، نعمله محشي هناك. هتعملي لنا محشي كرنب قد كده اهو. حل جايبه ايه؟ هعمل لكم كرنبايه. ايوه حل يا ابني. انا حط لكم فيه يا ابني، اديها يا ابني تاكل يا ابني. خلي البتاع دي جولي. امي جابت لي برتقاله بكام يا جولي؟ دي الواحده ب2 جنيه ونص. دي الواحده ب50 جنيه. 50 جنيه يعني؟ ايوه. والمحشي ده ب 2000 جنيه. ما شاء الله جايبه طبق بحر ما بتتسديش. ما شاء الله عليك يعني. ما شاء الله. ما تقولناش خدوا واحده حتى. انا جايه اهوت هخش بس الدبليو في ايه الحمام والله. لا شكرا جالي جرب. معلش يعني ايه بقول لك ايه؟ هقول لك كلمه كده. اما تجيب الغزال دي الحمام. الله. طيب مش جالي كده؟ كان حلو. يا مي كان جالي كده. كان قبيل وجميل. انا اروح اجيب ميه تغيير سنين من جايلكوا تاني. ميه. يلا يا اختي يا اسماء. يلا يا ولد. اجيب كرسي يا ولد. بدران لضيه يا دي مريم اللي انت ماسكه. مريم مين يا اختي؟ اسمي ريم. ريم سمعت اسمك دي شفته. بصي يا ريم يا فادي حاجات يا نسبين. حاجات ايه يا ام؟ حاجات ايه يا حبيبتي؟ المحشي الحاجات. طب انا هقول لك كلمه قافيه. حسر عليها حسر عليها ما جت رجليها ما جت رجليها. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 يا جماعه. النهارده لو عجبكم يعني الفيديو اللي احنا عملناه ده حط لنا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس كومنتات كتير. ويا جماعه لو سمحتم يعني بصي اسمعوا الفيديو الاخر. ماشي يا جماعه اسمعوا الفيديو الاخر. بصي ما اشتركش في القناه لحد دلوقتي يقدر يشترك. ماشي استني بقى اما نتكلم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حطوا لايك للفيديو ده عشان احنا تعبنا فيه. ولو عجبكم حطوا لايك للفيديو. واي فيديوهات عجبكم حطوا لنا لايك ليها وقولوا لنا على الفيديوهات عايزينها واحنا نعملوها. يا جماعه عملوا وقت كتيرة بس عايزه اقول لكم حاجه. حطوا يا جماعه الفيديو ده لايك يا جماعه. لايكات كتير قوي وشهروه. بصوا عايزين ننفجر من كتر اللايكات. يا جماعه ايه رايكم في الحفلات؟ اقول لكم حاجه بس ان سمحتوا ماشي بجوز شبه. يلا يا محمود قوم حط لايك. لايك لايك. وحشتوني قوي 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 قوي. ويا جماعه فعلوا جدا يا جماعه فعلوا الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر شاني وفلوكم كل جديد. انا ما حمو وجوجو يا جماعه. ويا جماعه قلت لكم لازم تشتركوا في القناه. اشترك واسمع الفيديو الاخر. عايزين مشاهدات يا جمهوري. يا جمهوري كتير. يا جمهوري يا حبايبي عايزه مشاهدات كتير قوي لانكم الجمهور بتاعي. انا اللي ان شاء الله هتفضلوا يا حطوا لايك يا جماعه الفيديو ده ولو عجبكم فعلوا زر الجرس يا جماعه. يلا باي.